السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف رسول الله وعلى آله ومن والاه. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم يسر ولا تعسر من بالخير، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا ولا تجعل من الشدة سهلا. صلى الله على محمد وعلى آله وسلم. طيب، مساء الخير. هل تسمعون صوتي جيدا؟ صوتي واضح؟ نعم يا دكتور. نعم دكتور. نعم الحمد لله. طيب، مساء الخير، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. فاليوم بإذن الله تعالى سأشارك معكم عن المدخل إلى SPSS، يعني المدخل. هذا الموضوع في الحقيقة موضوع واسع جدا، نحن نحتاج إلى أكثر من يوم، ربما أسبوع كامل كي نتناول هذا الموضوع SPSS، لأن هذا الموضوع واسع. هناك ماذا نقول، التحليلات كثيرة، لا نستخدم كل التحليلات، ولكن نعم في وقت محدود في هذا اليوم سنريكم إن شاء الله كيف نحن نحلل البيانات باستخدام برنامج SPSS. ربما البعض منكم استخدمتم أو تستخدمون هذا البرنامج من قبل، فهذا جميل، هذا شيء جميل ورائع، فبإمكانكم أن تساعدوني في هذه الورشة بإذن الله تعالى. كيف حالكم جميعاً؟ خير والحمد لله دكتور. الحمد لله. طيب، سأشارك الشاشة. حياكم حياكم الله. حياكم الله. الحمد لله. دقيقة دقيقة. طيب، طيب، هل تستطيعون أن ترون الشاشة؟ نعم يجب. نعم نعم. أيوة شكرا. نعم. طيب، اليوم نحن نتحدث عن المدخل إلى SPSS. كما قلت قبل قليل أن هذا الموضوع واسع، فممكن نحن اليوم لمدة قصيرة، لمدة فترة قصيرة، نحن نتناول يعني تحليلا واحدا فقط. سنريكم إن شاء الله في نهاية هذا الدورة. طيب، البحوث العلمية، أنتم كما تعلمون أن هذا البحوث العلمية يتم يعني تحديد نتائج البحث من خلال تصميم البحث، ويتم تحديد تصميم بحث من خلال أهداف البحث. نعم، هذا معنى بحثنا، دراستنا هي أساسها هي من أهداف البحث. من أهداف البحث نحن نصمم البحث، نحن نختار التصميم المناسب لبحثنا لدراستنا، ثم من التصميم فيصدر النتائج. نعم.
فلا يصلح استخدام تصميم البحث الواحد، نعم تصميم بحث لإجراء كل الدراسة، لأن تصميم البحث المعينة ربما يصلح لأن نطبق في دراسة معينة فقط، لا نستطيع أن نستخدم تصميما واحدا لكل الدراسة، لا. فالدراسة الواحدة، نعم هنا الدراسة الواحدة بإمكاننا أن نستخدم عدة تصميم الدراسة المختلفة. فعندما نحن نستخدم التصميم الدراسة المختلفة، ربما النتائج كذلك تختلف حسب التصميم، حسب تصميم الدراسة أو تصميم البحث. نعم هذا هو البحوث العلمية. نعم ثم لنأتي إلى نعم خط التصميم البحث المناسب. نعم عليكم أن تختاروا أن تخططوا تصميم البحث المناسب لدراستكم. نعم فمن الآن عليكم أن تختاروا أن تخططوا تصميم البحث المناسب. مثلا لو أنتم تريدون أن تكتبوا في دراسة أو في الدراسة الميدانية، هناك إجراءات في الدراسة الميدانية، فهنا ربما يعني البعض منكم تريدون أن تبحثوا أو تدرسوا في الدراسة المكتبية، فربما هذه الدورة غير مهمة. نعم لأن أنتم لا تستخدمون برنامج SPSS، أما يعني الطلبة الذين يستخدمون الدراسة الكمية، دراسة الوصفية، دراسة الكمية، نعم دراسة الكمية، فهذه الندوة، هذه الدورة مهمة جدا كي نحن نتعلم، كي نحن يعني ندرس سويا بإذن الله تعالى برنامج SPSS. طيب نعم تصميم البحث، نعم تصميم البحث ينقسم إلى قسمين، الميداني والمكتبي. الميداني الكمي والوصف ثم الوصفي. الكمي يعني كوانتيتاتيف، الوصفي كواليتاتيف. نعم في صباح اليوم أنتم مع دكتورة عميدة، سيدة عميدة، فتناولتم برنامج أتلس تي آي. هذا البرنامج يعني يفيد في منهج الوصفي، نعم أثناء المقابلة على سبيل المثال كيف نحن نكتب في تيم، نعم تيم، وفي المساء، هذا المساء فنحن نتناول بإذن الله تعالى كيف الدراسة الكمية، يعني نتعرف على SPSS، يعني SPSS، نعم برنامج SPSS. فمن أدوات الدراسة، نعم عندما نحن نريد أن نستخدم برنامج SPSS، فمن أدوات الدراسة الاستبانة، المقابلة، البرامج التدريبية، الاختبارات، التخصص التحصيلية. فنعم في عندما نحن نريد عندما نحن نستخدم SPSS في الغالب نحن نستخدم الاستبانة. نعم الاستبانة، في الاستبانة هناك الأسئلة المغلقة والأسئلة المفتوحة. نعم نحن نحلل الإجابات من المفحوصين باستخدام برنامج SPSS. نعم هناك تحليلات كثيرة كما قلت لكم، فسنريكم إن شاء الله في نهاية هذه الدورة. نعم أنواع التحليلات الموجودة في برنامج SPSS بإمكاننا أن نستفيد من هذه التحليلات. نعم هذه من أدوات تحليل البيانات، نعم منها برنامج SPSS. نعم ربما البعض منكم تعرفون أن هذه هي أدوات
تحليل البيانات سيم اموس يعني مايكروسوفت اكسل راش ار جيلفي بايثون ستاتا ماتلاب اتلس تي اي ان فيبو كيو دي اي ماينر. نعم اتلس تي اي ان فيبو وكيو دي اي ماينر يتعلق بالدراسه الوصفيه المقابله على سبيل المثال. نعم كما تعلمون كما تستمعون في صباح اليوم اتلس تي اي ان فيبو نعم على شكل على شبيه اتلس تي اي وكيو دي اي ماينر كذلك. هذه هي من أدوات تحليل البيانات. لو أنتم تسألوني ما هي فايتون ستاتا ماتلاب راش، أنا كذلك لا لم أستخدم كل الأدوات الموجودة هنا، ولكن أستخدم قليلا فقط. نعم مثلا SPSS وأتلس تي آي نعم وفي وكذلك مايكروسوفت إكسل نعم وفي SPSS كما قلت لكم فقد أنا استخدمت جزءاً قليلاً فقط من هذا البرنامج، لأن SPSS كما قلت هناك تحليلات كثيرة الموجودة في برنامج في هذا البرنامج بإمكاننا أن نستفيد من هذه التحليلات. فلو نحن نريد أن نحلل مثلاً أنوفا مانوفا تي تيس نعم علينا أن نرجع علينا أن نرجع إلى الكتب إلى الكتاب كيف يتم تحليل أنوفا وان وي أنوفا وتحليل تي تيس. نعم كذلك أنا كذلك عندما لا أستخدم وتركت لمدة طويلة فأنا نسيت كيف نعم يتم استخدام أو تحليل البيانات باستخدام SPSS، وعلي كذلك أن نرجع إلى الكتاب كيف يتم تحليل البيانات التي أريدها. طيب نعم نتعرف به البرنامج SPSS. نعم هذا هو SPSS هو أداة برمجية قوية لتحليل الإحصائي وإدارة البيانات. تم التطوير من قبل شركة IBM. يستخدم على نطاق واسع في البحوث الأكاديمية وتحليلات العمل ومجالات الدراسة المختلفة. نعم هذا هو يعني برنامج SPSS. نعم فوائد SPSS تحليل البيانات بشكل مبسط. نعم نعم لا نحتاج إلى ماذا نقول إلى ذكر نعم إلى ذكر كل فورمولا نعم المقياسات يعني الرياضيات نعم مجرد نحن ندخل البيانات الموجودة التي حصلنا من المفحوصين فيطلع علينا النتيجة نعم باستخدام SPSS. أيوة نعم نحن لسنا من الرياضيين او من statistician بوكان وكذلك لسنا mathematician رياضيين فبامكاننا ان نستخدم هذا البرنامج. عرض البيانات يعني ينشئ رسوما بيانيه وجداولا واضحه ومعلوماتها للعرض نعم باستخدام SPSS كذلك بإمكاننا أن ننشئ رسوما بيانية نعم بإمكاننا أن نستفيد رسوما بيانية ولكن يعني بإمكاننا أن نزين تلك الجداول لكي تكون أحسن وأوضح نعم مما عرض في برنامج SPSS. إدارة البيانات يسهل التنظيم وتنظيف وتلاعب مجموعات البيانات بكفاءة سهولة الوصول نعم نعم برنامج SPSS آخر نعم version latest version على ما أعتقد 26 أو 25 نعم أما أستخدم الآن 22 21 فقط نعم
التكامل متوافق مع أدوات البرمجيات الأخرى وتنسيقات البيانات الأخرى لتسهيل سير العمل. نعم بإمكاننا أن نستفيد. نعم هناك برنامج أموس على سبيل المثال، أموس يعني يعمل مع برنامج اس بي اس اس، ثم برنامج اكسل. ممكن نحن نستورد الملف من اكسل الى برنامج اس بي اس اس. نعم لا مشكله. نعم الا في بعض الاماكن، يعني في برنامج اس بي اس اس علينا ان نغيرها قليلا عندما نحن نستخدم هذا البرنامج. نعم من أهمية برنامج تمكين البحث، يتيح للباحثين استخلاص تحليلات معنوية من البيانات مما يؤدي إلى اتخاذ قرار مستنيرة وتقدم الأكاديمي. نعم هذا هو من أهمية برنامج SPSS، بإمكانكم أن تقرأوه بأنفسكم. نعم الاختبارات والتحليلات الموجودة في SPSS، نعم الإحصاءات الوصفية، تلخص وتصنيف خصائص مجموعة بيانات، نعم descriptive statistics. نعم بإمكاننا أن نقوم بتحليل descriptive الإحصاءات الوصفية أو الإحصاء الاستنتاجية، أو هناك بعض المصطلح الإحصاء الاستدلالي inferential statistics. نعم هذا هو هذا النوع من الإحصاء، نوع يعني أعمق. أما النوع الأول descriptive يعني هو نوع سطحي، فقط نحن نصف الواقع الموجود، نعم البيانات. أما الإحصاء الاستنتاجية inferential statistics هو يعني نوع من الإحصاء العميق في هذا البرنامج. تحليل الارتباط correlation analysis يفحص العلاقة بين المتغيرات. correlation يعني نحن نريد نود أن نتعرف على العلاقة بين المتغيرات الموجودة. تحليل الانحدار regression يقوم بنمذجة العلاقة بين متغير تابع ومتغير واحد أو أكثر. تحليل التباين ANOVA، نعم هذا من أنواع التحليلات أو الاختبارات أو التست، أيوه ليست نعم الاختبارات أو التحليلات في برنامج SPSS. واختبار تي يقارن المتوسطات بين مجموعتين، نحن نقارن المتوسط الموجود. نعم حسب الأسئلة، حسب الأجوبة من المفحوصين، مثلا من سكيل واحد حتى الخمسة، أو واحد حتى سبعة، أو واحد حتى العشرة، نحن نقوم بتحليل المتوسط، يعني ونعم نحصل على المتوسط، ثم نحن نقارن المتوسطات الموجودة بين مجموعتين، مثلا مجموعة من مدرسة ألف ومجموعة من مدرسة باء، أو نحن نقارن بين مجموعة الضابطة ومجموعة التجريبية. نعم هذا هو نحن نقارن باختبار تي أو باللغة الإنجليزية تي تيست. تحليل العوامل فاكتور أناليسيس يحدد العوامل الأساسية التي تؤثر على المتغيرات الملاحظة. نعم هذا هو من أنواع يعني التحليلات الموجودة في برنامج SPSS. وكذلك هناك كثير أنواع كثيرة الأخرى، فنريكم إن شاء الله فيما بعد. الفوائد للطلاب الدارسين في الدراسة العليا، كفاءة البحث. نعم خاصة في هذه الأيام عندما نحن ندرس الدراسة الميدانية، علينا أن نستخدم مثل هذا البرنامج. نعم التحليلات أو الإحصاءات، عندما نحن لا نستخدم الإحصاءات في دراستنا ربما هناك تساؤلات كثيرة. نعم كيف وجدت هذه النتيجة، كذا كذا كذا. نعم عندما نحن نأتي بالبراهين، نأتي بالنتائج من الإحصاءات التي
حصلنا عليها. فهذا نعم ماذا نقول، يكون دراسة تكون دراستنا أحسن وأوضح وأجمل. نعم إن شاء الله. نعم تطوير المهارات، نعم عندما نحن نستخدم، فعلى كل طالب في دراسة العليا، على كل طالب في دراسة العليا أن ماذا نقول، أن يستخدم أو أن يدرس، نعم على الأقل أن يدرس كيفية استخدام برنامج SPSS. نعم لماذا؟ لأن ربما لا نستخدم هذا البرنامج في هذا اليوم، في هذه الدراسة، في هذه الفترة، ولكن في المستقبل ربما نحن نحتاج إليه، نحن نحتاج إلى استخدام هذا البرنامج في المستقبل، ربما في العمل، أو يعني في عندما نحن نريد أن نكون، ربما نكون في يوم من الأيام مشرفا للطلبة دراسة عليا، أو في طلبة بكالوريوس، ربما هذا العلم سيفيدنا، سيساعدنا في تدريس، في عمل التدريس، أو نعم في مشاركة مع الطلبة مرحلة بكالوريوس، أو مع زملائنا، مع أصحابنا إن شاء الله. دعم الرسائل العلمية، نعم كما قلت قبل قليل، نعم هذه الإحصاءات، النتائج الإحصائية تساعد في الرسائل العلمية، تساعد دراستنا في ماذا نقول، إقناع الممتحن، إقناع القارئ عندما هؤلاء يقرؤون دراستنا. نعم مما يؤدي إلى نتائج بحث عالية الجودة. نعم أيوة نعم، هذا هو عندما نحن نستخدم هذه الإحصاءات، فنتائجنا نعم هذا نتائجنا في دراسة، نتيجة في نتائج نتيجة دراستنا تكون عالية جودة، يعني نعم لا يوجد، ربما لا يوجد تساؤل كثيرة. فالتساؤل ربما التساؤل كيفية استعداد أدوات الدراسة، نعم نعم كيف تكون، كيف تكون تصميم، مثلا مراحل تصميم أدوات الدراسة، ربما هناك تساؤلات. نعم هل هناك مراحل لإعداد الدراسة، أدوات الدراسة على سبيل المثال، في هناك الصدق والثبات، كما تعلمون، كما تعرفون الصدق والثبات، علينا أن نستفسر الخبراء. نعم ثم هناك المجموعة، نعم الدراسة الاستطلاعية، نعم هناك analysis factor analysis، نعم هناك، نعم هذه المراحل، ربما هناك تساؤل في هذه المراحل. التقدم المهني، نعم يزود الطلاب بمهارات قابلة للتسويق، نعم هذا هو من فوائد استخدام أو يعني معرفة برنامج SPSS. نعم مثلا قبل أن نستخدم SPSS، مثلا نعم علينا أن نجمع البيانات. غالبا في هذا البرنامج في SPSS نحن نجمع البيانات، نحن نستخدم البيانات من الاستبانة في الغالب. نعم فالاستبانة قد تكون الأسئلة المغلقة، وقد تكون الأسئلة مفتوحة، والغالب في برنامج SPSS الأسئلة المغلقة. ما هي الأسئلة المغلقة؟ الأسئلة المغلقة هي الأسئلة التي تكون إجاباتها محددة، نحن الذي حددنا المسبق، نحن الذي حددنا الإجابة، لا يسمح للمحفوظ، لا يسمح للمحفوظ أن تكتب إجابة منهم، لا، نحن الذي حددنا الإجابة. هؤلاء إما أن
تختار نعم أو لا. مثلا هل ترغب في ترك العمل الذي تعمل به؟ نعم، الإجابة هنا إجابتان، هنا إجابة فقط، لا يوجد يعني الخيار الثالث. نعم، الخيار الأول نعم، والخيار الثاني لا، لا يوجد الخيار الثالث. معنى هذا هو من الأسئلة المغلقة، من نموذج الإسلام المغلقة. نعم، السؤال الثاني كذلك أسئلة مغلقة كذلك، لأن الإجابة، انظروا الإجابة، خمسة إجابات فقط. نعم، موافق، موافق جدا، محايد، غير موافق، غير موافق جدا. نعم، هذه خمسة إجابات على المفحوص أن يختار إجابة واحدة فقط. نعم، هذا معنى الأسئلة المغلقة. وكذلك هذا، ما هو السبب في عدم شرائك من منتجات شركتنا؟ نعم، كذلك إجابات مغلقة. نعم، من هذه الإجابات نحن ندخل هذه البيانات إلى برنامج SPSS، فنحن نحول، نعم نعم ولا، من يعني رموز الكتابية إلى الرموز الرقمية، إلى الرقم. نحول نعم نعم، مثلا نحن نحول نكون مثلا واحد يساوي نعم، لا صفر. نعم، نحن نحول الرموز الكتابية إلى الرموز الرقمية، نعم، في برنامج SPSS. كذلك في الإجابة الثانية أمامكم، ما مدى اقتناعك؟ مثلا موافق، موافق، نحن نكتب موافق الرقم 4 على سبيل، موافق جدا 5، محايد 3، يعني هو في الوسط، أو لا، هو لا أعرف، لا أعلم، يعني هو نيوترال، أيوة، محايد 3، غير موافق معنى 2، غير موافق جدا 1. نعم، هل يعني هل مثلا هل يمكننا أن نغير موافق جدا من 5 إلى 1؟ نعم ممكن، نحن الذي ندخل البيانات، فعلينا أن نعرف البيانات، فعلينا أن نعرف كيف نتعامل مع البيانات. مثلا لو نحن نريد أن نكتب موافق جدا 1، غير موافق جدا 5، نعم ممكن، لا مشكلة. نعم، المهم نحن نضع في الاستبانة، نعم، في شرحي، أو في شرح الاستبانة، أو في ماذا نقول، في الاستبانة نحن نكتب، نعم، بوضوح، نعم، موافق يساوي رقم كذا، موافق جدا يساوي رقم كذا. نعم، في غالبا موافق جدا 5، غير موافق جدا 1. نعم، وكذلك في المثال الثالث، ما هو السبب في عدم شرائك من منتجات شركتنا؟ ارتفاع سعر المقارنة بالشركات الأخرى. نعم، الإجابة الأولى نحن نكتب رمز الأول 1. نعم، عدم جودة المنتج، يعني رقم ثاني، رقم ثالث، الرابع، الخامس، والسادس. نعم، رقم 6. نعم، هذا هي من الأسئلة المغلقة التي نحن نستخدم في برنامج SPSS. نعم نعم، هذا هو جدول رقم يوضح البدائل المحتملة للإجابات. نعم، البديل موافق جدا، ربما، نعم، ممكن نستخدم 5 أو ممكن نستخدم 1، موافق 4 و2، لا أعلم، 3، غير موافق 2 أو 4، غير موافق تماما 1 أو 5. نعم، حسب السياق في الجملة. ثم لنرى، لا، أيوة، نعم،
عدد عينة البحث. نعم. عدد عينة البحث حسب جدول تريسي مورغان. نعم. 1670. ما زلنا نستخدم هذا الجدول رغم أن هذا الجدول زمان، ولكن هذا الجدول لا يزال نستخدم حتى الآن. المجتمع البحث، مثلا عندما نحن نذهب إلى المدرسة فوجدنا هناك يعني 10 طلاب فقط في تلك المدرسة، فنحن نأخذ 10 مثلا. نعم، انظروا N معنى مجتمع الدراسة، و S هنا S معنى بالعين. نعم N، وأين أيوة نعم N معنى مجتمع دراسة، و S معنى N مجتمع دراسة، و S معنى سيمبل عينة الدراسة. انظروا مجتمع دراسة 10، نحن نأخذ 10 جميع كلها. نعم، المجتمع دراسة 60 على سبيل المثال، فنحن نأخذ 52 من 60. كان إذا كان 100 نحن نأخذ على الأقل 80. هذا هو جدول فريشي مورغان. نعم، لعل هذا الجدول يستفيد. نعم نعم، مثلا مجتمع الدراسة 180 ونحن نأخذ عينة البحث من 123 فقط. 1000 مجتمع الدراسة 1000، نحن نأخذ 278 من عينة البحث. هذا كي نعمم الدراسة، التعميم، من أجل التعميم. أيوة نعم نعم، في نتائج البحث عندما نحن نريد أن نعمم نتائج البحث فعلينا أن نتبع. أيوة نعم، علينا من الضروري أن نتبع هذا الجدول. هذا هو الجدول فريشي مورغان. نعم، بإمكانكم أن تبحثوا في جوجل. نعم، يطلع مباشرة جدول فريشي مورغان. طيب، قبل أن نبدأ استخدام برنامج SPSS، نعم، نحن علينا أن نتأكد من صحة البيانات. صحة البيانات لماذا؟ لأن في المثل، ليس في المثل الإنجليزي، garbage in garbage out. نعم، المخرجات الخاطئة، المدخلات الخاطئة يعني سوف تنتج المخرجات الخاطئة كذلك. فعلينا أن نعم، نحن لا نريد المخرجات الخاطئة، لأن برنامج SPSS لو نحن ندخل البيانات الخاطئة البرنامج هو سيقبل تلك البيانات. نعم، البيانات الخاطئة. برنامج SPSS لا يعرف هذه البيانات صحيحة أم هذه البيانات خاطئة. هي تقبل كل البيانات التي نحن ندخل. فقبل أن ندخل تلك البيانات علينا أن نتأكد من صحة تلك البيانات أولا. كيف نتأكد من صحة البيانات؟ نعم، أولا الصدق، validity. نعم، كيف ندري هذا الصدق، validity؟ نعم، من قبل نحن نستفسر الخبراء في المجال.
الخبراء في المجال مثلا عندما نحن نكتب مثلا نحن نعد الاستبانة على سبيل المثال الاستبانة، فعلينا عندما نحن مثلا وجدنا الاستبانة من الدراسات السابقة، دراسات من رسائل الماجستير ورسائل الدكتوراه السابقة، فنريد أن نأخذ تلك الاستمارة، نعم الاستبانة عفوا، تلك الاستبانة، فنستفيد من تلك الاستبانة في دراستنا. نعم ممكن لو نحن نغير الاستبانة، يعني مضمون في الاستبانة أكثر من 30%، علينا أن نجري يعني factor analysis. نعم هذه كذلك من خلال استخدام برنامج SPSS factor analysis، فالصدق والثبات وفاكتور اناليسيس ثم الدراسة الاستطلاعية. لو نحن نغير فقط شيء بسيط، نعم 10% فقط، فبإمكاننا أن نستخدم، ولكن مع ذلك نحن علينا أن نستفسر الخبراء. مثلا نحن محكمين، محكمين الخبراء أو المحكمين أو المقدم للاستبانة، نحن نوزع الاستبانة للخبراء. مثلا نحن نختار خمسة خبراء، نعم من الخبراء في المجال، نعم في مجال statistic، في مجال التربية، في مجال الأدبية، نعم خبراء خبير في ماذا نقول، نعم مثلا عند مثلا الموضوع عن التربية، نعم خبير تربية، وكذلك العلاقة التربية والتقنيات الحديثة. فممكن نحن نعين الخبراء خبيران في التربية، وخبيران في التقنية، وخبيران في statistics مثلا، نعم 6 خبراء ممكن، نعم هذا نستفسر الخبراء. بعدما عدنا الاستبانة ثم الثبات reliability، نعم ترتيب الأسئلة وتوزيعها، نعم كيف يتم ترتيب أو تنظيم الأسئلة. نعم عندما في الاستبانة هناك القسم الأول، القسم الثاني، القسم الثالث، نعم الأقسام، يعني هناك يدل على معنى معين، نعم الأقسام في الاستبانة، نعم هناك إليمنت كذا في قسم كذا، وإليمنت كذا في قسم كذا على سبيل المثال. فعلينا أن نرتب من أسهل إلى أصعب، من السهل إلى الصعب مثلا حسب الترتيب، ترتيب منطقي، ترتيب طبيعي، أو يعني نحن رتبنا في البداية ثم نحن نستفسر الخبراء. يعني خبراء ربما الخبير يعني قال الخبير كذا كذا ويعدل، نعم المفروض أنت ماذا تقدم هذا السؤال في الأول أو في الأخير، نعم هذا هو يعني من أقوال الخبراء أو من رأي الخبراء، نحن نستفيد من آرائهم. نعم ثم نعم الفقر مش من الدراسة الاستطلاعية، نحن علينا أن نجري الدراسة الاستطلاعية، نعم قبل أن أو نقول pilot study، قبل أن نجري الدراسة الحقيقية علينا أن نجري الدراسة الاستطلاعية. عينة البحث للدراسة الاستطلاعية على الأقل 30
غالبا على الأقل. نعم، 40 لكان أفضل، لكان لأن ربما هناك، لو نحن نختار 30 بالضبط، يعني حدث شيء غير مرغوب فيه، شيء نعم، هناك بقع. نعم، لو نحن نختار 35 أو 40 لكان أفضل. نعم، الدراسة الاستطلاعية، ثم بعد الدراسة الاستطلاعية أو بعد نحن نستفسر الخبراء، ونحن ثم نحن نحلل نعم الأجوبة من المحفوظين في الدراسة الاستطلاعية، ونحن نحصل نريد أن نعرف معيار ألفا كرومباتش. هذا المعيار مهم جدا في الدراسة، في صحة البيانات، في الصدق والثبات البيانات أو الاستبانة التي قمت بها، قمنا باستعدادها. نعم، قبل أن نوزع الاستبانة للمحفوظين الحقيقيين، علينا أن نجري الدراسة الاستطلاعية، أو نقول أو نسمي به بايلوت تيست. نعم، هذا مهم جدا، فنحن نكتب الدراسة الاستطلاعية وألفا كرومباش وهذا الصدق والثبات في الباب الثالث في باب المناهج البحثي. نعم، نعم، غالبا نحن نكتب في مناهج البحثي في الباب الثالث الدراسة الاستطلاعية، قمنا بالدراسة الاستطلاعية 30 طالبا كذا كذا كذا، ووزعنا الاستبانة للخبراء على سبيل المثال، وعندما جمعنا الاستبانة من الخبراء وجدنا أن هناك نعم خبير يقول كذا، وخبير الثاني يقول كذا. نعم، نحن كتبنا شيئا بسيطا من يعني تعليقات الخبراء، وكذلك من النتائج دراسة الاستطلاعية ألفا كرومباش، وكذلك معيار ألفا كرومباش. نعم، هذا موجود نعم في كتاب، يعني في رسائل الماجستير وكذلك الرسائل الدكتوراه. هذا ضروري، أمر ضروري. نعم، بإمكاننا أن نشارك معكم نموذج من الرسائل التي تناولت هذا صحة البيانات، نعم، الصدق والثبات. طيب، هل هناك سؤال قبل أن نجري، قبل أن نجرب برنامج SPSS؟ شكرا يا دكتور. ما في سؤال؟ طيب، طيب البيانات، نعم نعم كما قلت سابقا بأن البيانات في الـ SPSS، برنامج SPSS، غالبا نحن نستخدم الاستبانة. الاستبانة قد تكون الطباعة، وقد تكون من الإلكترونية، باستخدام يعني الاستبانة الإلكترونية. فالاستبانة الإلكترونية لكان أحسن وأسرع من خلال من إذا نحن نقارن الطباعة هارد كوبي، كذلك يعني إلكترونيا. نعم، هناك خيار عديدة بإمكاننا أن نستفيد من هذه البرامج. جوجل فورم هذا يعني أشهر التطبيق جوجل، بإمكاننا أن نستخدم جوجل فورم، كذلك مايكروسوفت فورم. نعم، هناك مايكروسوفت فورم، وكذلك جوت فورم، سيرفي مانكي، فورم دوت اب، مايكروسوفت اكسل، وكذلك مايكروسوفت وورد. نعم، هذا نموذج الاستبانة الإلكترونية. فنعم، في دراستي أنا استخدمت جوجل فورم، وكذلك استخدمت برنامج مايكروسوفت وورد. نعم، وكذلك أنا استخدمت مايكروسوفت جوجل فورم ومايكروسوفت فورم، واستخدمت مرة استخدمت سيرفي مانكي في دراستي.
هذه التطبيقات نعم له مميزات وله كذلك يعني سلبيات كذلك، نعم. ولكن هي هذا النوع، هذه الأنواع يعني أسهل من النوع الطباعة هارد كوبي. لماذا أقول ذلك؟ لأن هارد كوبي عندما وزعنا إلى المفحوصين جمعنا تلك الاستبانات الكثيرة، مثلا 200 استبانة، علينا أن نحلل، علينا أن ندخل بيانات واحد تلو الواحد، نعم، حتى يعني يأخذ وقتا كثيرا، وقتا طويلا. فلو نحن نستخدم الاستبانة الإلكترونية فهذا يعني لكان أسرع، نعم، نجمع المعلومات. يعني هناك المعلومات موجودة في جوجل فورم ومايكروسوفت فورم، إلا أننا نعدل شيئا بسيطا فقط في النتائج في جوجل فورم وكذلك في مايكروسوفت فورم، نعم، إلا في سيرفي مانكي يعني هناك ماذا نقول اكستنشن أو يعني الملف تابع ل اس بي اس اس، يعني الملف عندما نحن نعمل تنزيل داونلود من سيرفي مانكي يعني هو يعمل طبيعي مع اس بي اس يعني. اما جوجل فورم وكذلك مايكروسوفت فورم علينا ان نعدل شيئا بسيطا من جوجل قبل ان نحول الى ملف اس بي اس اس، نعم. فنعم لا نقول علينا نحن نستخدم الاستبانة الإلكترونية، ولكن في بعض الظروف علينا نحن مضطر إلى استخدام يعني هارد كوبي. نعم، في بعض الخبراء، في بعض المخلصين، هؤلاء لا يريدون أن يستخدم يعني جوجل فورم، هؤلاء يفضلون على استخدام هارد كوبي، الطباعة الورقة، نعم. فحينئذ علينا أن نستخدم هارد كوبي، نعم، علينا أن نعد يعني خيارين، الخيار الأول الطباعة والإلكترونية، نعم. مثلا لو نحن ذهبنا إلى المدرسة، نذهب إلى المدرسة على سبيل المثال، ربما المدرسة الطلاب هؤلاء لا يحملون الأجهزة الإلكترونية مثل اللابتوب أو الحاسوب، ما عندهم الهواتف الذكية، فحينئذ علينا أن نستخدم يعني الورقة الطباعة، نعم، الاستبانة الطباعة. نحن علينا أن نطبع تلك الاستبانة كي نوزع على المفحوصين على العينة. اليوم إن شاء الله نحن سنريكم كيف نحن ندخل البيانات، تحليل البيانات، يعني تحليل البيانات يعني ديسكريبتيف أو فريكوينسي. نحن نبحث عن مين المتوسط، الانحراف المعياري، ثم نحن نريكم بإذن الله تعالى كيف يتم ماذا نقول في الدراسة الاستطلاعية ألفا كرومباش، نعم، المعيار ألفا كرومباش، كيف نحصل على القيمة ألفا كرومباش بإذن الله تعالى. نعم، ريكوت into different variable، نعم، هذا هو ألفا كرومباش. طيب، هل معكم نعم برنامج SPSS؟ من لديه برنامج SPSS؟
هل لديكم من برنامج اس بي اس اس؟ السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا دكتور. هل برنامج اس بي اس اس هذا يصلح نعم. للمنهج النوعي؟ المنهج النوعي؟ نعم. هل هو مخصوص للمنهج الكمي فقط؟ نعم، لأن البرنامج اس بي اس اس يتعامل مع ماذا نقول؟ الأرقام. نعم. النوعي مثلا ماذا في أي نوع؟ عنوان مثلا في عنوان البحث لو سمحت. عن الأخطاء الإملائية. الأخطاء الإملائية. نعم. الأخطاء الإملائية سيكون فيها كم؟ نحن نعد فقط صح؟ الإملاء نعم كم أخطاء؟ أنا استخدمت منهج نوعي. أيوة نعم. هذا برنامج اس بي اس اس للبحث عن المتوسط في مين. نحن نريد أن نقارن بين مين على سبيل المثال مين. أما النتيجة النتائج مثلا في دراسة حضرتك أستاذ هوان جسمة ربما مثلا في مايكروسوفت اكسل فقط نحن ممكن نحن نقوم بالمقارنة بين النتائج مثلا في ماذا نقول pre test و post test. نعم هذا فقط. طيب دكتور لو مثلا لا نريد أن نستعمل لا نريد أن نستعمل أي برنامج مثلا لا اس بي اس لا اس بي اس اس أو برنامج أطلس تي تي اي، هل هذا يجوز؟ هل يعتبر بحثنا غير كامل غير مقبول؟ والله هذا يعود إلى نعم المشرف. نعم إذا كان مشرف يعني يسامح أن يعني أن تقوم من الدراسة بدون استخدام البرنامج SPSS نعم ما في مشكلة. وكذلك القارئ الممتحن فيما بعد. أما بالنسبة إلى بحثك دراستك دراسة عبر استاذة فأنا أرى أن هناك ليس أنت ليست أنت لا تحتاج إلى استخدام برنامج SPSS إلا أن تريدين أن ماذا نقول استكشاف آراء الطلبة حول الإنشاء ماذا نقول أنت تريدين أن تعرفين يعني مدى فعالية استراتيجية كذا كذا نعم من الطلبة، فحينئذ عليك أن تستخدمين الاستبانة أن توزعين الاستبانة على الطلبة. أما الإنشاء التحليل الأخطاء وتحليل أخطاء الطلبة لا نعم لا يوجد هناك الأسئلة مغلقة وكذلك لا يوجد الأسئلة مغلقة، الأسئلة مفتوحة يعني الطلبة يعني هؤلاء أحرار نعم بإمكانهم أن يعبروا أي شيء يعني الأسئلة مفتوحة. أما في SPSS الأسئلة المغلقة نحن نركز على الأسئلة المغلقة أكثر. نعم أستاذة. نعم بالمعنى أن هذا البرنامج غير إجباري. هذا رأيي هذا رأيي. نعم ربما تستفسرين مع المشرف. مع المشرف. نعم القرار النهائي القرار المشرف. نعم شكرا دكتور. إيش لو سمحت قبل أن نبدأ لدي سؤال بالنسبة للطلبة الذين يستخدمون الهواتف الذكية والكمبيوتر نقدم لهم الاستبيان على شكل طباعة. طب ماذا بالنسبة للخبراء؟ هل نستطيع إرسال لهم استبيانات إلكترونية لسرعة الرد الإجابة بالنسبة للاستبيان؟
نعم ممكن نحن نرسل الخبراء باستخدام إلكترونية، لا مشكلة لا مشكلة، لكان أحسن، لأن التحليل باستخدام الإلكترونية أسرع، ونحن لا ماذا نقول، ليس لدينا وقت. نعم صحيح صحيح، تحتاج شكرا. إلى وقت كثير. شكرا شكرا. عفوا سامحوني، لا يعمل الاس بي اس في حاسوبي الآن. عارف لماذا؟ قلل من النوافذ المفتوحة ممكن. لماذا لا يعمل؟ دكتور، هل هذا البرنامج مجاني أم يحتاج إلى الاشتراك أو دفع النقود؟ نعم هذا هو من تقصيرات هذا البرنامج، هذا البرنامج للأسف غير مجاني، علينا أن ندفع شيئا. ونعم ممكن أنتم يعني تستفسرون المشرف، ربما المشرف نعم عندهم يعني الخيار كيف يعني نحن نريد أن نستخدم هذا البرنامج. فبإمكاننا كذلك نعم نحصل هذا البرنامج من موظف في تكنولوجي، نعم في قسم في إدارة تكنولوجيا على ما أعتقد، لست متأكد نعم، ولكن لو نحن نريد أن نستخدم هذا البرنامج أكيد هذا البرنامج علينا أن ندفع يعني مبلغ يعني غالي. ف نعم ممكن تستفسرون بالمشرف كيف نستخدم البرنامج. هناك طريقة، ويباع في ماذا نقول، في متجر شوبي على سبيل المثال بسعر غير معقول، رخيص، معنى رخيص. أيوة هذا أوري يا أستاذ، هذا الرخيص. نعم هذا أوري أصلي، هذا الرخيص جدا. الرخيص أنت تعرفين. لا نعم أظن ليس أري. يعني ممكن نشتري وبعد ذلك ندخل البيانات ونحلل وبعد ذلك يعني يضيع كل شيء. ممكن نعم هذا رخيص نعم. نحن الطلبة ما عندنا نقود كثيرة، فخيارنا هذا خيار يعني نحن نختار أرخص شيء، أرخص وأسرع وأسهل. نعم بإمكاننا أن نعم نختار أو نبحث في متجر مثل هذه المتجر. نعم نعم عندما نحن نفتح الـ SPSS البرنامج، نعم هذا البرنامج أنا أستخدم الآن، برنامج في ماك في أبل، فهذا البرنامج الشاشة ربما يختلف قليلا شاشة في برنامج ويندو مايكروسوفت، فهناك variable view عرض متغيرات وكذلك عرض بيانات نعم من الاثنان، وكذلك عرض المخرجات نعم الثالث، المخرجات ليس بعد نعم ليس بعد في برنامج ماك أبل لم يطلع بعد، إلا نحن بعد إدخال البيانات. في البداية في variable view، في variable view نعم في عرض المتغيرات
نعم، اولا مكتوب هنا في الفوق name والtype with decimal label value missing column align measure rule. نعم، هذا هو البيانات علينا ان ندخلها. نعم، مثلا نيم، هذا النيم معنى النيم، نيم لكل البيانات، لكل البيانات. ايوه، مثلا الاول البيان الاول في قسم الاول نحن نكتب كيو قسم، على سبيل المثال قسم اول. دكتور، ممكن تحدد بيانات في استبانة أم بيانات في اختبار ونعرف كيف؟ بيانة الاستبانة. نعم، هذه البيانة الاستبانة. نعم، مثلا عندما نحن جمعنا البيانات خلاص انتهينا من دراسة استطلاعية، بعد الدراسة الاستطلاعية حصلنا على البيانات، جمعنا البيانات على سبيل المثال، نعم 30، حصلنا على 30 بيانة. فالآن نحن نريد أن ندخل تلك البيانات التي حصلنا عليها إلى برنامج SPSS. فعلينا أن ندخل البيانة الأول. نعم، في الاستبانة، السؤال الأول في الاستبانة، ما هو السؤال الأول في الاستبانة مثلا؟ نعم، ربما السؤال الأول في الاستبانة السؤال عن الجنس. نعم، مثلا الجنس الذكر والأنثى. مثلا Q1 معنى question number 1. أيوة، numeric. نعم، numeric with decimal صفر. نعم، يعني نضع صفر. label معنى هذا. نعم، للأسف هذا نعم ما لا يقبل كتابة عربية، علي أن أكتب في الإنجليزية. gender. أيوة، gender. كيف نكبر هذا؟ هل الشاشة صغيرة وبعيدة، غير واضح الكتابة، غير واضح. كيف نكبر هذا؟ أنا لا أدري كيف نكبر. الزوم، أين الزوم؟ زوم. لا يوجد زوم للأسف، لا يوجد زوم. ما هذا؟ لا يوجد زوم. لا بأس دكتور، نحن نعمل زوم من عندنا، لا بأس. أيوة نعم، هذا أحسن، شكرا، بارك الله فيك. أيوة نعم، gender معنى السؤال الأول gender. value، نعم value. انظروا هناك النقاط الثلاث، نحن نضغط على هذه النقاط. فاليو واحد معنى ميل. نعم، هذا هو. أقول قبل قليل، نعم في البداية قلت لكم نحن نحول من الرموز الكتابية إلى الرموز الرقمية. نعم، فاليو يعني فاليو معنى الرموز، الرمز الرقمي، وليبل معنى الرمز الكتابي. فنحن ندخل البيانات من at، والرمز الثاني female at. نعم، ثم نضع okay، نختار okay. missing، لا خلاص right، ما في مشكلة. نعم، ثم measure. نعم، هذه البيانات. نعم، في measure عندنا ثلاثة خيار: scale، ordinal، ونومينال. scale، هذا scale معنى بيانات
مثلا من واحد حتى خمسة سكين، واحد حتى عشرة، واحد حتى سبعة. ordinal معنى هناك ordinal أن مستوى العمر، العمر نعم درجة الحرارة. ونومينال مثلا يعني عندنا مجموعة، مجموعة مثلا في جندر أو في الجنسي الجنس عندنا الذكر والأنثى فقط. نعم فيميل وميل. نعم هذا إلى نومينال، هذه المعلومات، هذه البيانات، بيانات نومينال. نعم سأشارك كذلك إن شاء الله معكم كتاب في SPSS. هذا الكتاب يعني يكون واضح أوضح، وكذلك السلايد شريح استخدام كيف نستخدم SPSS. كذلك أنا سأشارك معكم بإذن الله تعالى فيما بعد. ثم السؤال الثاني، مثلا السؤال الثاني جنسية. نعم values إذا كان السؤال، هذا السؤال سؤال مفتوح، نعم نحن نترك هكذا، نعم خلاص هذا السؤال معنى سؤال مفتوح. نعم على المفحوصين أن يكتب بأنفسهم. نعم هذا من ماليزيا ومن صومال ومن سعودي ومن أردن. نعم هذا سؤال مفتوح. لو نحن نعم عرفنا في هذه في تلك المدرسة يعني هناك مثلا هناك ماليزيا إندونيسيا مثلا، نعم بإمكاننا أن نضيف هذا مثلا خمسة أدس مثلا. أيوة نعم، فهذا هو خيار الأسئلة المغلقة. نعم نعم للأسئلة المغلقة علينا أن نختار، علينا أن نضع هذه الخيار، هذا إجباري. نعم إجباري ضروري. نعم ديسيمال، انظروا الفرق بين الأول والثاني، الأول واحد فقط أما الثاني واحد نقطة صفر صفر، معنى هذا هو ديسيمال. نعم بإمكاننا أن نجعل نعم نحول إلى صفر، ثم انظروا ديسيمال الآن تم التحويل إلى واحد اثنين ثلاثة أربعة بدون الصفر، بدون الصفرين. نعم هكذا. نعم nationality كذلك nominal. نعم nominal. ثم مثلا السؤال الأول نعم نذهب إلى هذا الأسئلة المغلقة. مثلا هذا السؤال، هل ترغب في ترك العمل الذي تعمل به؟ مثلا هذا السؤال، السؤال الثالث. نعم السؤال الثالث، في السؤال الثالث هناك إجابتان نعم و لا. Are you leaving? مثلا هذا السؤال، ثم الإجابة الأسئلة المغلقة كذلك واحد معنى yes، ثاني معنى no، نعم أو لا. نعم انظروا الإجابة. أيوة نعم هذه الإجابة. السؤال الثاني، معلش دكتور أين نضع السكيل لهذه الإجابات؟ يعني نضع سكيل لهذا إذا مثلا لا هذه نعم هذه الإجابة ليس سكيل، هذا أوردينال نومينال كذلك. نعم متى نضع السكيل؟ سكيل نعم سكيل في نمرت نمرت السؤال الثاني نمرت. نعم مثلا
السؤال الثالث، ما مدى اقتناعك بأسلوب الضرب في المدارس؟ نعم. نعم، السؤال الثاني، نعم. ثم موافق، نعم. واحد، نعم، نحن نختار واحد معنا غير موافق، strongly disagree. نعم، غير موافق جدا. الثاني، غير موافق، disagree. الثالث، محايد، neutral. الرابع، agree، موافق. والخامس، strongly agree. نعم، هذا هو نموذج من أنواع الأسئلة. نعم، هذا measurement، عندما نحن نختار measurement هذا هو scale. نعم، هذا النوع scale. نعم، لأن هناك موافق، موافق جدا، محايد، غير موافق، غير موافق جدا. نعم، عندما نحن نختار هذا، نعم، هذا مثل هذه الأسئلة، فهذه الأسئلة، نعم، هذه الأسئلة scale. نعم. طيب، لو كانت الإجابة نعم أو لا أو لا شيء مما ذكر مثلاً. نعم ولا nominal. لو نعم ولا شيء مما ذكر مثلاً. لا شيء. ثلاث إجابات نعم. إجابة ثانية لا. إجابة ثانية لا. إجابة ثالثة لا شيء مما ذكر مثلاً. هذه جاد سكيل. أدرس. لا لا لا، هذا كذلك nominal. ليس سكيل. لأن هناك يعني مجموعة الطلبة يعني أجابوا نعم، هناك مجموعة أجابوا لا، هناك مجموعة أجابوا نعم. نعم. أما مدى اقتناعك بأسلوب ضرب في المدارس، نعم، هناك يعني متوسط، بإمكاننا أن نحلل استخدام المتوسط باستخدام مين، لأن هناك سكيل، يعني هو يوافق، يعني يوافق قليلا، يعني يوافق. عندما نحن نجمع كل الإجابات فنحن نحلل هناك، نعم، المجموعة ألف مثلا، نعم، يعني يشير إلى الإجابة مستوى عالي، مستوى متوسط، مستوى أدنى. نعم نعم، من خلال أسكيل، من خلال موافق، موافق جدا. نحن بإمكاننا أن ماذا نقول، نوضح أو ماذا نقول، هذا بإمكاننا أن نفسر باستخدام مين. نعم، أما نعم ولا يعني أسئلة مثلا الفرقة، لا يوجد سكيل، يعني مجموعة كذا، أما أنت هنا وهناك. شكرا. نعم، هذا هو نموذج كيف ندخل البيانات في SPSS. نعم، هذا نعم ليبل في هذه الليبل، هذا ضروري، علينا أن نكتب. نعم، في النيم لا مشكلة، نعم، بإمكاننا أن نكتب Q1, Q2, Q3, Q4 يعني بشكل قصير. أما في ليبل علينا أن نكتب طويلا. نعم، مثلا نعم مثلا نعم أوكي. نعم، في ليبل علينا أن نكتب طويلا مثل هذا. لو كان هناك السؤال نحن نكتب السؤال تمام. نعم نعم، نكتب السؤال كما هو عفوا. طيب، لماذا؟ لأن عندما نحن نحلل البيانات سيطلع البيانات في المخرجات. نعم، لو نحن نكتب Q4 Q4
سيطلع السؤال كيو 4. نحن كذلك لا كيو 4 سؤال. ماذا سؤال يعود إلى أي الأسئلة؟ نحن نتساءل لأننا نحن تخيل تصوروا لو عندنا 40 أسئلة سؤالا نحن لا نستطيع أن نتذكر أسئلة 30. ما هو السؤال 30؟ نعم لا لن نستطيع أن نتذكر. لذلك علينا أن نكتب يعني في ليبل الجملة الكاملة. نعم في ليبل يعني نكتب السؤال كامل تقصد؟ نعم نكتب السؤال الكامل في ليبل. أما في نيم ما في مشكلة، نحن بإمكاننا أن نكتب Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 حتى Q50 ما في مشكلة. طيب هذا هو variable view. نعم نعم عندما لو نحن عندنا 50 سؤال نعم علينا أن ندخل البيانات حتى 50 سؤال، مثلا Q5 Q6 Q7. نعم مثلا في Q5 و6 و7 value لا نعم لن ندخل البيانات مثلا 1 كذا كذا كذا. نعم لا بإمكاننا أن نعمل copy و paste. نعم نذهب هنا نعم هنا في strongly disagree ونعمل control C ثم select هنا control V خلاص يعمل مباشرة. أيوة نعم انظروا control C و control V. عندي سؤال دكتور. نعم في الأسئلة الاستبانة يكون محاور يعني 3 محاور وكل محور يكون فيه أسئلة، يعني كيف نكتب question 1 question 2 question 3 هو عندنا؟ أيوة نعم كيف؟ سؤال جيد. نعم مثلا في Q1 في المحور الأول في قسم الألف مثلا بإمكاننا أن نكتب 1. أيوة مثلاً لا اللي هذا هو نعم هذا يعود إلى الباحث. كيف نحن نريد أنك نستطيع أن نكتب Q1-A Q1-3 نعم أوكي. مثلاً AQ1 AQ2 معنا في قسم A A yes okay A Q three هذا في قسم B okay. نعم Q4 Q5 Q6 نعم Q6 لا B okay شكرا. نعم في كل محور على الأقل 3 أسئلة نعم في كل محور على الأقل 3 أسئلة على الأقل، لأن في فيت أناليسيس لو نحن يعني أسئلة أقل من 3 يعني النتيجة غير جيدة. نعم SPSS يعني SPSS يحلل يعني النتيجة غير جيدة لو أقل من 3 على الأقل 3 أسئلة في كل محور. نعم هذا نيم. في نيم بإمكاننا أن نضع A B B B معنا نحن كالباحث نحن نعرف نعم هذا السؤال في محور كذا وهذا السؤال وهذه الأسئلة في محور كذا. نعم سؤال جيد بارك الله فيك دكتور. نعم تفضل لو سمحت. هل هذا البرنامج يأتي بالإنجليزي فقط؟ حتى الآن نعم والله. وكيف نحول بالعربي إذا كان الجدول يأتي هكذا وكيف نكتب عليه؟ نعم علينا أن نحول. لو كانوا يعلمون بأن وان لسما دكتور ربما لأن بحثنا بالعربي إذا كان بحثنا بالإنجليزي أو بالملايو هذا شيء عادي.
نعم هذا صعب. اكتبي لي اي بي ام. حتى اطلس تي اي برنامج الى العربيه. دكتور حتى اطلس تي اي برضه بالانجليزي لا يوجد بالعربي؟ على ما اعتقد بالانجليزيه والله لا لا قبل لا ادري يعني لا تحاول بالعربي. قبل قليل قرأت بأن هناك نسخة عربية لأتلس. الحمد لله. تي آي فيه يدعم اللغة العربية. أيوة نعم جميل. حتى يعني أستاذة وان نسمة تستفيد من تلك البرنامج إن شاء الله. الله يعني كذلك أنا تعودت على استخدام برنامج بالإنجليزية والله. أقصد إذا كان بحثنا بالعربي فأخذنا كاليوم أخذنا منهج كمي مثلا وأردنا أن نستخدم برنامج SPSS وهذا البرنامج بالإنجليزي وكيف نحول الإنجليزي بالعربي وكيف ندخل الأرقام مثلا أو نكتب الأسئلة مثلا لا تكتب وكيف نستطيع أن نستخدم هذا البرنامج؟ نعم في هذا البرنامج فقط يعني في ما أنا أستخدم الآن أبل فللأسف هذا البرنامج لا يقبل العربية. أما البرنامج في مايكروسوفت أو ويندوز لا مشكلة لأن هناك بعض الأصدقاء هؤلاء يستخدمون برنامج الإنجليزية ومع ذلك هذا الإنجليز يفهم العربية. لا مشكلة. أما البرنامج في ماك أبل لا يفهم بعد. دكتور لو سمحت. نعم تفضل. أنا عندي توضيح ثم عندي سؤال فأنا سوف أبدأ بالتوضيح. هذا البرنامج هو مثل الأداة التي نستخدمها مثل المسطرة أو الأدوات التي نستخدمها. ليس من الضروري أن يكون باللغة العربية، لا بأس، لأننا سنتعامل معه في الأرقام، والنتيجة التي سنحصل عليها من هذا البرنامج مثل العلاقة بين الأسئلة أو المتغيرات أو المتحولات التي أدخلناها في البرنامج، هذا ممكن نكتبه بشكل باللغة العربية في بحثنا. يعني هل يوجد علاقة قوية، علاقة ضعيفة، هل يوجد انحراف ذو دلالة، انحراف معياري ذو دلالة أو غير ذي دلالة، هذه المعلومات نكتبها في البحث، ولكن عملية معالجة الأرقام من هذا البرنامج، هل هذا صحيح؟ صحيح بارك الله فيك. طيب يا دكتور عندي سؤال، كيف هل من الممكن لبرنامج SPSS أن يجد العلاقة الإحصائية بين يعني فقرة كاملة وليس بين الأسئلة مثل القسم A والقسم B من الأسئلة ككل، هل هذا ممكن أم لا؟ مرة ثانية لو سمحت. يعني لو عندي مجموعة من الأسئلة في قسم واحد ومجموعة من الأسئلة في القسم الثاني مثل أسئلة قسم A والأسئلة قسم B. أيوة. هل هذا البرنامج يستطيع أن يجد العلاقة بين قسم A وقسم B؟ نعم ممكن. جميل. نعم بإمكاننا في هنا هنا في داتا بإمكاننا أن نعمل سلك كيس. نعم بإمكاننا أن نحدد الكيس في قسم مثلا نحن الآن في نيم نحن نعرف هذا القسم في قسم A وهذه الأسئلة في قسم B. بإمكاننا أن ماذا نقول نختار الأسئلة في قسم كذا وقسم كذا ونقوم بالمقارنة بين قسمين أو بين الأقسام. جميل. نعم جميل. شكراً دكتور. شكراً. عفواً. سمح الدكتور بكل سؤال. نعم تفضل. يعطيك العافية دكتور. سؤالي لو قلنا أن في الاستبانة المحور الأول والثاني والثالث تمام دكتور؟ نعم. ما عدد الأسئلة المسموح به كأدنى تقدير في المحور الأول أو الثاني أو الثالث؟ وكم هو عدد الأسئلة المسموح به في الحد الأعلى في المحور الأول أو الثاني أو الثالث؟ وهل هنالك مشكلة لو كان في المحور الأول مثلا 6 أسئلة
أو 7 أسئلة، وفي المحور الثاني 3 أسئلة. نعم شكرا. طيب بالنسبة للسؤال، نعم المحور يعني يعود إلى طبيعة البحث. لو يعني في المحور الأول يعني نحن نريد أن نعرف من المفحوصين 3 بيانات فقط أو 4 بيانات يكفي. نعم هذه فقط 4 أسئلة فقط في القسم الأول. أما في القسم الثاني ربما هناك البيانات أكثر من البيانات الموجودة في القسم الأول، لا مشكلة، بإمكاننا أن نكثر الأسئلة في القسم الثاني أو الثالث والرابع. المهم لو نحن يعني المجموع الكل من السؤال الأول حتى السؤال الأخير، لو نحن يعني لو كثير جدا الأسئلة كثيرة جدا، يعني المبحوثون هؤلاء سوف يشعرون بالملل. نعم ربما هذا. نعم علي يعني عدد الأسئلة يعني عدد منطقي عندما نعم تصوروا معا لو نعم كلفنا بتعبئة الاستبانة مثلا هناك 60 سؤالا مثلا، تصوروا 60 سؤال عندما نحن نكمل السؤال الأول حتى السؤال 20 ثم هناك 40، ما شاء الله كثيرا جدا. فحينئذ علينا أن لذلك عندما نحن نجمع نعم نعد الاستبانة علينا أن نستشير بالخبراء. ربما في بعض الأسئلة ربما علينا أن نجمع بين الأسئلة نعم حتى تكون الأسئلة يعني 3 يكون 1 مثلا. نعم ليس طويلة. نعم 40 سؤال، نعم ممكن 40 المجموع الكل من أسئلة من سؤال الأول حتى السؤال الأخير 40 لا يكون طويل. نعم هذا رأيي لأن وخبرتي عندما نحن نتعامل مع الاستبانة، يعني لو استبانة كثيرة جدا لنشعر بالملل ونشعر يعني نحن عندنا أعمال أخرى. طيب نحن نترك الاستبانة قليلا فنحن نعمل أعمال أخرى فنعود إلى الاستبانة، ربما يحتاج إلى وقت طويل. أما بالنسبة للسؤال حضرت علاء أستاذ علاء، فنعم لا نحدد إلا نعني في كل محور 3 أسئلة على الأقل في كل محور. نعم على الأقل. أما المحور القسم الثاني 3، القسم الثالث 5، القسم الرابع 6-8 لا مشكلة، يعني حسب طبيعة الدراسة لا مشكلة. شكرا جزيلا دكتور. طيب نعم هذا هو نعم النموذج كيف ندخل البيانات في برنامج SPSS. نعم في ليبل علينا أن نعمل copy و paste لا مشكلة، copy و paste من الاستبانة، ثم نحن نعرض في data view عرض البيانات. نعم انظروا البيانات مثل هذا، هذه هي البيانات. أيوة نعم في السؤال الأول السؤال عن الجنس. نعم ربما هذا نعم الأول ذكر من، ثم السؤال الثاني عن جنسية 3، السؤال الثالث عن ماذا؟ Are you leaving company؟ نعم ربما لا. نعم هذا سكيل، نعم انظروا سكيل مسطرة على الرمز مسطرة. نعم هذا من 1 حتى 5. نعم لأننا نعم دخلنا 1 إلى 5، 1 إلى رقم أول رقم 5. نعم 1 أو 4 4 4
خمسة، ثلاثة، نعم هكذا نحن ندخل البيانات نعم لكل عينة. نعم تصوروا لو البيانات من 200 عينة البحث، فعلينا أن ندخل البيانات مثل هذا. هكذا فعلنا، هذا قمنا بالعمل عندما نحن ما عندنا الاستبانة الرقمية، استبانة إلكترونية، قمنا بإدخال البيانات واحد وواحد واحد، نعم واحد وواحد، أيوة نعم، حتى 200 استبانة، واحد واثنان ثلاثة، نعم هذا نموذج كيف ندخل البيانات. نعم ثم معلش دكتور في داتا فيو، معلش نفتح الشاشة مرة ثانية. نعم نعم في داتا فيو. نعم. أيوة أوكي. هذه الأرقام اللي هي أرقام العينات من 1 إلى 50، لا نعم كيف أستاذة؟ الأرقام التي على الجانب الأيسر من البرنامج. نعم هذا واحد، لا التي بجانبها إلى هذا اليسار أكثر. نعم نعم هذا معنى العينة الأول، العينة الثانية، نعم عينة أولى، ثانية، ثالثة، نعم ولكنها محدودة إلى 50 صح؟ إلى 50. لا 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 أكثر من 50، مفتوحة. أكثر من 50، نعم أكثر من 50 حتى 1000. أوكي أيوة نعم كثير، بإمكاننا أن ندخل بيانا كثيرة، ليس 50 فحسب. نعم هذه الشاشة الداتا، الداتا فيو نستخدمها المرحلة الثانية بعد الفاليديتي صح؟ نعم داتا فيو نحن نستخدم بعد فاريبل فيو. أولا عندما نحن نفتح اس بي اس اس نحن نتعامل مع فاريبل فيو أولا. نعم نحن ندخل البيانات، كل البيانات الأساسية التي وجدت في الاستبانة نحن ندخل هنا. الإجابة في داتا فيو نحن ندخل الإجابة فقط، إجابة من المفحوصين. أوكي. أيوة نعم هذه هي الإجابة، إجابة فقط، إجابة من المفحوصين. أما variable view هذه المعلومات الموجودة في الاستبانة. أوكي تمام شكرا. طيب نعم هذا هو نموذج نعم للداتا. كيف نشارك معكم هذا الملف؟ كيف نشارك معكم هذا الملف؟ مشاركة الملف share ماذا؟ share content whiteboard file. نعم أشارك الملف معكم إن شاء الله. دكتور عندي سؤال ممكن؟ تفضل تفضل. دكتور أنا عندي استبانة وإن شاء الله أريد أن أستخدم الاستبانة الإلكترونية وأستخدم برنامج SPSS لتحليل البيانات. السؤال نعم. ماذا تنصحني أي أبليكيشن أفضل لأستخدم في تابلت وفون حتى يكون سهل بخبرتك؟ نعم. من خبرتك أكيد. طيب نعم الاستبانة نحن نتعامل مع جوجل، هذا فري مجانا، نعم هذا سهل. فبعد نعم علينا أن نعد البيانات في جوجل، مثلا البيانات في جوجل لك أسهل سهل. أما في سيرفي مانكي لو أنتم لديك يعني مبلغ كافي ممكن تعمل في سيرفي مانكي، لأن سيرفي مانكي هناك
فايل بإمكاننا تحميل فايل على نوع SPSS. نعم نعم هذا معنى عندما نحن ننزل الفايل الملف يعني يعمل مباشرة بـ SPSS. أما في جوجل فورم وكذلك مايكروسوفت فورم عندما نحن ننزل البيانات بعدما حصلنا على البيانات فيطلع علينا أن نعدل شيء بسيطا فقط. نعم ليس يعني ليس 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 صعب نعم ليس صعب بسيط نغير شيء بسيطا فقط مثلا كيف نعم مثلا هذه الاستبانة نعم هذه الاستبانة نموذج في جوجل فورم. ايوه نعم هذا البيانات في جوجل هذه البيانات في جوجل على سبيل المثال بامكاننا ان نعم انظروا داونلود ريسبونسز نعم مثلا انا اريكم يعني مباشرة ايوه نعم عندما نزلنا الملف نفتح الملف نفتح الملف على ملف اكسل نحن لا نرى دكتور نحن لا نرى والله نعم سامحوني لا لا أين نعم شيء سكرين طيب نعم في جوجل مثلا في جوجل نعم انظروا البيانات نعم مثلا ريسبونس نعم عينة البحث في جوجل نعم التنزيل هنا نعم هذه الكويشن هذه الأسئلة مثلا الأسئلة أسئلة مغلقة وأسئلة مفتوحة أيوة نعم وهذا قسم B وهذا قسم A وقسم B نعم مثل هذا شكل في واحد هذا سكيل نعم غير موافق جدا موافق جدا نعم على اليمين موافق جدا وغير موافق نعم هذا سكيل في جوجل فورم نحن نختار لينير سكيل أيوة نعم هناك لينير سكيل نحن نختار لينير سكيل واحد حتى الخمسة واحد معنا غير موافق جدا والخمسة موافق ثم بعد ذلك نعم بعد جمعنا المعلومات من المفحوصين فنذهب إلى الريسبونسز فنعم هنا نعمل داونلود أيوة من هنا نعمل داونلود ريسبونسز فيطلع علينا النتيجة مثل هذه النتيجة أيوة نعم البيانات هنا نعم هذه البيانات نعم انظروا البيانات هنا نعم هذه البيانات من البيانات في كولوم بي وفي كولوم سي دي هذه نحن ندخل في variable view نحن ندخل البيانات في variable view نعم هذا هو نعم نحن ندخل البيانات أين أيوة نعم البيانات نعم مثلا نجري نحن ندخل بي نجري أيوة nationality نجري جنتنا الجنس يعني pengalaman mengajar yang khibrah في التعليم في التدريس يعني الفصل الدراسي نحن ندخل كلها في variable view نعم السؤال الأول كذلك مثلا السؤال الأول فقط نحن نعمل copy و paste هنا copy paste
السؤال الثاني copy وpaste. السؤال الثالث copy paste. نعم أما copy paste. حتى السؤال الأخير. لا. المشكلة. أيوة. نعم نعمل copy paste في variable view. بعدين بعدين الإجابة الإجابة مثل هذه الإجابة مثلا نعم الإجابة من مثلا الخمسة الإجابة الرقم الرقم نعم الرقم فقط نحن نعمل copy و paste في data view نعم copy و paste في data view أيوة نعم مثلا نعمل copy و paste خلاص copy paste نعم يعني نحتاج إلى وقت قصير أيوة ليس طويل إلا في variable view نحن نعد البيانات فقط يعني البيانات كذا نعم في السؤال الأول كذا كذا فقط نعم هذا عندما نحن نستخدم جوجل فورم هذا جوجل فورم يعني سهل يعني بإمكاننا أن نستخدمها نعم وكذلك هناك بيانات موجودة بإمكاننا أن نعمل copy على الفور نعم مباشرة نعمل copy و paste في Microsoft Word في Microsoft Word نعم على طول دكتور جميل يعني نحن أصعب شيء هو عملية إدخال المتغيرات وثم الاستجابات ثم خلاص نحن ننتهي من العمل الإحصائي SPSS يعمل كل شيء نعم صحيح صحيح أيوة نعم نعم هكذا نحن كيف ندخل البيانات في برنامج SPSS نعم لو نحن نستخدم جوجل فورم مثل هذا الشكل وكذلك في مايكروسوفت فورم نعم على شبيه هذا علينا أن نعدل شيئا بسيطا يعني معلومة بسيطة فقط كي في خاصة في variable view في variable view علينا مثلا في معلومة التي تتعلق بالمعلومة nominal 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 الجنس من ولاية كذا من يعني جنسية نعم أما الشيء الإجابة ما في مشكلة نحن نعمل copy و paste فقط copy و paste لو عندنا 200 عينة نعمل copy على الفور في copy من Excel من Google Form إلى SPSS يعني خلاص هذا الأول نعم معنى انتهينا من عملية إدخال البيانات أيوة نعم البيانات نعم البيانات أين البيانات نعم في شيء آخر هذا هو output مخرجات نعم مخرجات مخرجات هذا من هذه المخرجة من هذه الشاشة هذه الشاشة نعم أتحدث عن هذه الشاشة هذه الشاشة سيطلع علينا النتائج نتائج مثلا معيار مين متوسط مين وكذلك المقارنة بين المتوسط المقارنة يعني ثم الرسوم البيانية يعني يطلع هنا في المخرجات معلش دكتور هلا هذه النافذة الثالثة من أين تخرج؟ النافذة هذا تقصدين هذه النافذة؟ المخرجات نعم نافذة المخرجات نعم يعني هو يخرج تلقائي تلقائي نافذة أدخلنا البيانات وانتهينا بعد ذلك يعني أين سنضغط على ماذا حتى تخرج هذه النافذة لا هي تخرج تلقائي
والله نعم والله هي تخرج تلقائي تخرج تلقائي نعم لا تقلقي. طيب نعم بعد ما انتهي من عملية تحليل لا تنسوا السيف تعمل سيف الحفظ نعم تعمل سيف لأن هذه المخرجات أوتبوت هذا ضروري كذلك عندما نحن نحلل البيانات علينا أن نعمل سيف مثلا نعم نريكم إن شاء الله هذا هذه البيانات هذه نعم هذه البيانات مثلا هذه البيانات ل 140 عينة نعم 140 هذا دامي داتا دامي داتا طيب نعم مثلا نحن نريد أن نتعرف على عدد العينة عدد العينة مثلا analyze نحن مباشرة نذهب إلى analyze frequency descriptive and statistic frequency descriptive نعم frequency معنى نحن تكرار أيوة تكرار كم عدد العينة مثلا كم عدد الذكر والأنثى نعم ثم study يمكننا أن نعرف تعرف على هذا هذه البيانات statistic mean لا لا نعم لا داعي للمين لأن البيانات nominal انظروا الرمز هنا العلامة nominal chart ربما نحتاج إلى chart pie chart أو bar chart أيوة نعم رمز توضيحي format طيب نعم خلاص أوكي نعم يطلع مباشرة هنا في مخرجات انظروا المخرجات نعم gender كم هنا أيوة نعم مكتوب هنا في جميل يعمل كل شيء نعم يطلع كل شيء في gender جنس study يعني في نعم هذه الجداول يطلع مباشرة أيوة نعم بذلك أقول لكم هذا لا تنسوا تعمل سيف سيف مباشرة سيف سيف في نعم في ماذا نعم نعم سيف سيف المهم أنت تعمل سيف بإمكان نعم هناك frequency table هنا بإمكاننا نعمل هذا شوف انظروا gender study مباشرة نعمل copy و paste في مايكروسوفت وورد لا لا أيوة أين export على ما أعتقد export وورد نعم هذا أيوة أين export جميل جدا دكتور ممكن طالب واحد يشتري ويشترك في هذا البرنامج مع طالب آخر يعني مثلا ممكن. طالبين أو ثلاثة في أكاونت واحد ممكن هذا نعمل نعم هذا في frequency نعم في analyze descriptive نعم مثلا gender نعم ندخل نعم انظروا نحن نعمل select هنا نختار هنا ثم لا تنسونا نعم هذا هذه العلامة arrow نعم ندخل البيانات في variable متغيرات هنا ندخل البيانات التي نحن نريد أن نتعرف عليها مثلا study occupation مثلا نعم standard deviation نعم بإمكاننا أن mean تعرف على mean ممكن standard deviation الانحراف المعياري هذا لا داعي إلا في بعض التحليلات نحن نحتاج إليها إليهما نعم
نعم اوبشن ثم اوكي يطلع مباشرة ديسكريبتيف هنا انظروا ديسكريبتيف التحت نعم occupation government frequency وفي النتيجة هنا نعم ديسكريبتيف فممكن نحن مثلا نحن نريد أن نعمل ندرس الحالة واحدة فقط الحالة للطلاب ليس للطالبات نعم الواحد انظروا نحن نتأكد واحد للطلاب ثاني للطالبات بإمكاننا أن نعمل select cases data select cases مثلا gender هنا gender if condition all cases الآن all cases نعم if condition is just satisfied if gender equal to واحد سبيل مثال واحد اوكي نعم انظروا هذه العلامة علامة هذه العلامة تشير بأن هذه البيانات الأولى البرنامج SPSS لا ولن تحلل هذه البيانات نعم انظروا العلامة الفرق بين هذه العلامة بمعنى الـ A2 changer نعم بمعنى نحن نحلل البيانات التي تتعلق ب male فقط الذكور أيوة الإناث لا نحن نترك المعلومات للإناث نحن نحلل البيانات للذكور فقط نعم مثلا في frequency في analyze frequency عندما نحن ندخل هذه البيانات نفس البيانات فبإمكاننا أن نعم نعمل أوكي فالبيانات كلها البيانات للذكور نعم 99 البداية 140 نعم 140 فهنا للذكور 99 الذكور أين watch frequency هذا جنده نعم 99 هذا معنى نحن في data في select cases نعم بعد ما انتهينا فنحن نذهب إلى data مرة أخرى فنحن نختار all cases لا تنسوا all cases حتى تكون البيانات نعم نحن نختار كل البيانات كي SPSS يحلل هذه البيانات جميعها نعم ثم نعم نحن نتعرف نعم في الدراسة الاستطلاعية بعدما أيوة الصدق معنا نحن نوزع الاستبانة للخبراء بعد ذلك نحن نجري الدراسة الاستطلاعية ودراسة استطلاعية نحن نريد أن نتعرف على ألفا كرومباش نعم ألفا كرومباش كيف نتعرف على معيار ألفا كرومباش قيمة ألفا نحن نذهب مباشرة نعم إلى أناليس ونحن نختار compare means أين regression definition scale أيوة scale نعم أيوة نعم نعم لماذا هذا الفقرة مش مهم لأن نحن لأن نحن نريد أن نتعرف على أن الإجابة نعم مستوى الأسئلة يعني لها علاقة بين السؤال السابق وهذا السؤال والسؤال التالي نعم العلاقة في بعض الأحيان مثلا
عندنا أسئلة كثيرة، أسئلة كثيرة، ففي بعض الأحيان السؤال لا هناك لا يتعلق السؤال بين السؤال الأول والسؤال الثالث، يعني لا علاقة. فأشار SPSS إلى إلى قيمة معينة الدالة على الضعف أو قوة لكل أسئلة، لكل سؤال نعني هناك القيمة معينة. SPSS يعني هذا برنامج والله لا أدري كيف أقول، يعني كأنه يعرف هذا السؤال له قيمة معينة وتلك الأسئلة لها قيمة معينة، فهذه القيمة تدل على قوة يعني أو علاقة قوية بين هذا السؤال وتلك السؤال. نرى نعم نراها مثلا لا 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 نعم أولا نحن نعدل البيانات مثلا strongly disagree، هذا بيانات كلها scale. نعم انظروا هذه البيانات كلها بيانات في scale. copy و paste هنا في C1 حتى F14 scale. أيوة نعم. ثم نذهب إلى analyze scale reliable reliability analysis C1 حتى F14، ندخل البيانات، انظروا موديل، نحن نختار موديل ألفا، statistic item scale if item deleted، هذا هو الذي قلت قبل قليل. نعم if item deleted، if نعم لو هذا السؤال نحن نحذف هذا السؤال كم القيمة؟ نعم هل القيمة تنزل أو ترفع؟ نعم إذا كان بعدما نحن نحذف هذا السؤال، نعم السؤال مثلا السؤال الألف القيمة ترفع، معنى ذاك السؤال الألف يعني ضعيف. لو نحن نحذف هذا السؤال القيمة ألفا كرومباش تنزل، معنى ذاك السؤال يعني له قيمة عالية يعني نعم means أيوة نعم continue ألفا أوكي. لا نختار نعم في السكيل، نحن نختار فقط ال في سكيل، نعم نختار فقط الإجابة المغلقة. نعم نحن نترك district, gender, occupation, study, age, experience، نحن نترك هذا، لا ندخل هذه البيانات، نحن فقط ندخل البيانات من C strongly agree يعني موافق جدا فقط، يعني أيوة موافق جدا وغير موافق. الأسئلة مثل هذه الأسئلة فقط. نعم لنرى النتيجة reliability، نعم هذا reliability أيوة نعم. انظروا هذا هو مهم، هذا الجدول مهم جدا. كرومباتش ألفا نقطة يعني فاصلة 975، ماذا يعني بهذا هذه القيمة؟ نحن نذهب إلى هذا، نعم هذه بإمكانكم أن تجدوا في الإنترنت، وهناك مراجع كثيرة تتحدث عن هذه القيمة. كرومباش ألفا كريتيريا، ألفا أكبر أو يساوي 0.9 معنى ممتاز. نعم الآن هذا ألفا يعني ممتاز، نعم ألفا يعني أعلى من 0.9، نعم هذا هو يعني المستوى 0.8 0.9 good be accepted
دافور. نعم هذا ممكن نحن نستخدم، ولكن يعني قليل، يعني درجتها ضعيفة، يعني 0.5. نترك، لا نستخدم. نعم لو نحن نستخدم هذه القيمة ربما هناك تساؤلات كثيرة، جدل في مناقشة. نعم ممكن نحن نستخدم 0.7 وما فوق. أيوة. هذا هو كرومباش ألفا، عندما نحن نستخدم كرومباش ألفا. ثم نحن نذهب إلى السؤال الأول، scale mean if item deleted. نعم لو نحن نحذف هذا C1 كرومباش ألفا يعني يكون يعني 9.74. نعم لو نحن نحذف مثلا C2، السؤال C2 يكون مرتفع 9.75. بمعنى السؤال C2 هذا السؤال له قيمة عالية في تلك الاستبانة، في هذه الاستبانة. أما سؤال C5 نعم ينزل إلى 3. المهم كلها كل الأسئلة له قيمة 9.75، معنى ممتاز، very good. معنى نحن بإمكاننا أن نستخدم هذه الأسئلة للدراسة الحقيقية بعدما حصلنا على كرومباش ألفا، معيار كرومباش ألفا أكثر من 0.7، معنى حينئذ بإمكاننا أن نستخدم تلك الاستبانة، نفس الاستبانة، نفس الأسئلة للمفحوصين الحقيقيين نعم في دراسة pre-test و post-test. نعم هذا هو كيف، هذه هي كيفية نحصل على معيار أو على قيمة كرومباش ألفا. ونعم نعم كما قلت لو نحن نريد أن ماذا نقول، نشارك معكم التحليلات أخرى، يعني لكان نعم لنأخذ وقتا طويلا أطول، لأن هذه الورشة في الحقيقة على الأقل أنا شاركت هذه الورشة، مثل هذه الورشة 3 أيام، 3 أيام كي نفهم. ولكن مع ذلك نحن ننسى. لماذا نحن ننسى؟ لأننا نحن لا نستخدم إلا يعني نادر في استخدام SPSS إلا في بعض في الدراسة فقط. نعم مثلا في نعم هذا هو الأمثلة. نعم في سيرفي استبانة data collection method interview observation experiment case study. نعم بإمكانكم أن تقرأوا كيف يكون نعم جمع البيانات باستخدام استبانة، باستخدام مقابلة، باستخدام ملاحظة، تجربة. أيوة نعم هذا هي التحليلات الموجودة في SPSS، T-test، ANOVA، chi-square test، Poisson correlation، regression analysis، Mann Whitney، Kruskal Wallis، Wilcoxon. هذه هي التحليلات الموجودة في SPSS. نعم التحليلات هذه التحليلات حسب أهداف البحث. نحن لا نستطيع أن نستخدم مثلا أريد أفضل أن أستخدم Pearson correlation، لا نحن نستخدم statistical test، هذه التجربة حسب أهداف البحث. نحن نرجع إلى هدف البحث، من أهداف البحث نحن بإمكاننا أن نركز أو بإمكاننا أن نختار التحليلات المناسبة
عندما نحن نستخدم SPSS. نعم، وفي الختام SPSS هي أداة متعددة الاستخدامات. ممكن سؤال؟ نعم تفضل. شكرا لك. هل نستطيع استخدام تحليل الاختبارات هذا البرنامج ولا حصرا استباني؟ تحليل الاختبارات يعني نتيجة نعم. من الاختبارات. بحث نتيجة اختبارات، تقصدين نتيجة اختبارات؟ نعم. أنا ببحثي يوجد اختبار لعينة ضابطة وعينة تجريبية وليس استباني، وحلل البيانات من خلال هذا البرنامج. طيب ممكن، أيوة نعم، مثلا طيب مثلا عندما نحن ندرس مثلا الاختبار الأول، الاختبار الثاني، الاختبار الأول والاختبار الثاني، فمثلا اختبار الأول العينة كذا حصل على نعم 84 و نعم، اختبار الثاني بري ثم هذا مثلا أيوة نعم، هذه الاختبار من هذه النتيجة، مثلا من هذه النتيجة نحن نقسم الباحث يقسم يعني إلى ماذا نقول، إلى الأعلى ماذا متوسط حسابي عالي متوسط والثالث أدنى منخفض أو منخفض. نعم مثلا من حصل على الدرجة 70 حتى 100 يعني هو في عالي مستوى عالي، ومن حصل على 40 حتى 69 40 حتى 69 متوسط، من حصل من 0 حتى 39 منخفض. نعم عندما نحن نريد أن نحلل نقسم مجموعة طلبة إلى هذه مثل هذه التقسيمات، فبإمكاننا أن نستخدم SPSS. لماذا؟ لأن هذا التقسيم نعم مثلا هذا القسم الأول هذا مثلا في قسم عالي رمزه 1 مثلا، متوسط 2 هذا سكيل 3 نعم، وبإمكاننا أن نعمل باستخدام هذا. لماذا؟ لأن نحن بإمكاننا أن نقارن المتوسط في النهاية، قارن المتوسط المتوسط بين الاختبار الأول والمتوسط بين والاختبار الثاني، اختبار ماذا نقول pre-test و post-test. أيوة نعم، لو نحن نريد أن نقسم أو نضع في المجموعة مجموعة طلبة يعني مثلا متميزين ومتوسط ومنخفض، نعم فبإمكاننا أن نستخدم SPSS. أما لو نحن نقارن فقط يعني الدرجات طلبة، نستخدم Excel أو مايكروسوفت وورد خلاص. فمثلا الاختبار الأول حصل على 84 والثاني 90 هذا 90 وهذا 75 والفروق، فالفروق فقط الجدول الثالث يعني الفروق هذا 6 هذا 15 هذا كم نعم 20 أو 19 نعم، هذه الفروق بإمكاننا أن ننظر مباشرة. أما لو نحن نريد أن نقسم نعم
مجموعة طلبة من عالي متوسط منخفض، فبإمكاننا أن نستخدم SPSS. حسنا، لعلي أجب سؤال. شكرا لك. نعم شكرا لك أستاذة. نعم، هل من سؤال آخر؟ نعم، فنعم هذا هو SPSS، فلا أستطيع أن أري جميع التحليلات، كل التحليلات، فكما قلت هذا هذه الورشة تحتاج إلى أكثر من يوم، نعم يوم في مدة قصيرة، نعم لا يمكن أن ماذا نقول أن نريكم كل التحليلات الموجودة في SPSS، فكل التحليل يعني يعود إلى أهداف البحث، انظروا إلى أهداف بحثكم، فمن خلال الأهداف بإمكاننا أن نختار التحليل المناسب. Compare means of more than two groups ANOVA. هذا تي تيست، هذا compare يعني يقارن بين مجموعتين فقط. أما ANOVA نحن نقارن المتوسط أكثر من مجموعتين، ثلاثة مجموعات أو أكثر. نعم، فنعم هذا هو التحليلات الموجودة في SPSS. نعم، هل من سؤال آخر قبل أن ننصرف؟ دكتور زيكين، are you with us, دكتور زيكين؟ Yes, doctor. Are you done? I think so. Okay. عنده سؤال. Okay, mashallah. Okay, so time now is 4:42. So thank you so much, Dr. Firdaus, for the very extensive sharing. We really appreciate your time and your effort. So those who have done, Dr. Firdaus, please fill in your attendance form and also the evaluation form for today's session. And inshallah, we'll meet again tomorrow for another session to complete our course. Okay, thank you so much, Dr. Firdaus, and everyone. See you again, inshallah. Doctor. Okay, doctor. 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 شكرا دكتور.